فرانسيسكو الأسيزي، الميلاد في غريشيو. ها هم الكهنة. ولكن أين هو الأخ فرانسيسكو؟ هل حقا ضاع في روما؟ هل بحث عنه أحد؟ وأنت هل تعلم أين هو؟ كلا يا صاحب النية، فلقد بحثت عنه ولم أجده. لا شك في أنه سمع صوت الجرس. قل لي، هل وجدته؟ لا، لقد خرج. كيف خرج ومتى؟ خرج عند الفجر. هل لي أن أعلم لماذا؟ قال إنه ذاهب كي يستعطي. أمر لا يصدق. اذهبوا وابحثوا عنه واجلبوه إلى هنا، إنه ضيف الشرف. عفواً، هل رأيت راهباً؟ أجل، طبعاً رأيته، وأعطيته 3 إجازات لفقرائه. كيف اتجه؟ من هنا، انظر. أخي فرانسيسكو. نعم يا أخي، ماذا تريد؟ أتحتاج إلى شيء؟ أرسلني إليك الكاردينال كي أبحث عنك. حان وقت الغداء، إنه ينتظرك منذ حين مع ضيوفه، وهو قلق عليك. أظن أن الكاردينال أوغولينو سيسر جداً عندما يعلم أني جئت إلى هذا الرجل لأن يسوع كان عطشاناً. هل تعلم بأنه يسوع؟ كل الفقراء هم يسوع، كلهم دون استثناء. سوف أعود إليك، تفضل. علي الآن أن أنصرف لأن هناك كاردينالاً يحتاج إلى الإحسان. سأعود بسرعة. لقد انتظرناك طويلاً يا فرانسيسكو. جاء ضيوفي إلى هنا لكي يشاهدوك ولم نجدك في أي مكان. إنهم أناس أصحاب شأن، وآمل أن تتكرم بالإصغاء إليهم. أشكرك جزيل الشكر كاردينال، كنت مشغولاً بأمر لم يكن بالإمكان تأجيله. جاءوا لأنك غداً عليك أن تقابل البابا كي تقدم له القانون. في وسعهم أن يقدموا لك بعض النصائح حول كيفية معالجة المسألة مع الأب الأقدس. حسناً، أشكرك من كل قلبي كما أشكرهم جميعاً. قرأت بتمعن قانونك يا فرانسيسكو، وأقول لك إنه قاس جداً، إن لم نقل إنه جنوني أيضاً. عليك أن تسمح لرهبانك بأن يمتلكوا الأماكن التي يقيمون فيها، وبأن يستطيعوا التصرف بالمال بإشراف من الرؤساء. أعني، إذا أردت أن تساعد الفقراء، فماذا في وسعك أن تفعل إن لم تملك شيئاً؟ اسمع فرانسيسكو، إذا قلنا للبابا إنك ستغير قانونك وستسمح للرهبان بحياة أكثر اطمئناناً، فسيمنحك موافقته. قاد الروح القدس يسوع في البرية، وعندما جاء إبليس ليجربه. إن كنت ابن الله حقاً، قال له الشيطان، فقل لهذا الحجر أن يصير خبزاً. فأجابه يسوع، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ثم صرخ في وجه الشيطان قائلاً، لا تجربن الرب إلهك. ولكن ماذا تقصد بهذا الكلام؟ أقول بأني لن أتنازل لأي شيطان يأتي ليجربني، ولن أغير حرفاً واحداً مما كتبته في القانون حول فقر إخوة الرهبان. إن السيدة الفاقة ستكون رفيقة حياتي وحياة إخوة الرهبان أيضاً. فكرت جيداً فرانسيسكو. لقد فكرت وصليت. سأطيع اقتراحاتك، لكن القانون المقدس سيؤكد التالي على من يرغب بأن يصبح من الإخوة الأصاغر أن يتخلى عن كل ما يملك، وألا يملك شيئاً ما عدا ثوباً واحداً مزنراً بحبل على الخصر وسروالين. دعني أعانقك يا فرانسيسكو، فبهذا أعلم أني أعانق يسوع.
لا أفهم لماذا تريدون أن يخاطب هذا الرجل الشعب. عندما كنت في روما رأيته يعانق البابا، كان قد اصطحبه إليه الكاردينال، لكن البابا كان يعرفه جيدا، حتى إنه ناقض قداسة البابا في الكلام فلم يعاقبه البابا. إنه رجل بار، وكل ما يصغي إليه تقبل توبته. إن كنت حقا تحب رعيتك وتبحث عن خير شعبك فاتبع كلمة الله، عليك أن تأذن له بمخاطبة الناس. لم أقتنع كفاية بهذا الأمر، إنها عادة سيئة جدا أن نطلب دائما مساعدة الشعب. الشعب يحتاج إلى إرشاد وإلى أن نقوده على الطريق القويم. إذن قل لي ماذا قررت؟ أما الآن فسأطلعكم على هذا الأمر. بعد بضعة أيام تقريبا سنحتفل بميلاد الرب يسوع. لقد حدث ذلك في بيت لحم، وكان هناك ثلج كما هي الحال هنا. كان هناك برد قارس، وكان يوسف ومريم فقيرين مثل كثيرين منا، يعانيان ذاك البرد مع يسوع. لقد لف ابن الله بالخرق ودفأه بما قدر لهما. ثم بعد مضي أكثر من 30 سنة، بعد أن صار الطفل رجلا، واجه الموت على الصليب لكي يفدينا من خطيئة آدم ومن خطيئة كل واحد منا. من منكم لم يرتكب خطيئة؟ أجيبوا أنفسكم، هل هناك أحد لم يخطئ قط؟ إن كان يوجد أحد فليتقدم وليقل ذلك. الرب يعرف خطاياكم، في وسعه أن يعلنها أمامكم في هذه الساحة، لكنه سيرأف بمن سيركع الآن ساجداً ويسأله المغفرة والرحمة. انظروا إلى وجه المسيح المصلوب، انظروا إليه وابكوا يا إخوتي. الآن سيمنحكم الأسقف راعي نفوسكم بركته المقدسة، وأنتم ستعدون بأنكم ستعترفون بخطاياكم. بهذه الطريقة فقط يا إخوتي نستطيع أن نستقبل خير استقبال يسوع المولود، وهي أن ننظر إلى صليبه ونحن نبكي على خطايانا جميعا. يجب أن نفعل ذلك من أجل أنفسنا. إن هذا الرجل على حق، فلنبكي معاً على خطايانا، إنها الطريقة الأنسب لنعلن مجيء يسوع. أنا أبارككم يا إخوتي باسم الأب والابن والروح القدس. إلى أين ذاهبان؟ ألا ترون أن الثلج يتساقط؟ بلى، والجو بارد جدا. أيمكنك أن تنقلنا إلى الضفة المقابلة للبحيرة؟ بطيبة خاطر إن شئتما. إذا أردتما القارب عليكما أن تدفعا لي حالا. لن أقبل بأن أدع قاربك يبقى وحيدا هنا في عيد الميلاد، تصور كم سيكون حزينا. أيها الأخوان لنمضي إذن. هيا ابتعد أيها الغراب، هيا ارحل. ولكن هل لي أن أعلم أي شر صنع لك ذاك الغراب؟ إنه بشع ومنتوف الريش، وأنت أيضا لست آية في الجمال، ومع ذلك فهو لم يطردك، أليس كذلك؟ هيا يا أخي الغراب، تعال وحط على يدي، هيا. قل لي هل تتكلم مع الغراب؟ Thank you.
وصلنا، يجب أن تدفعا لي. سنعطيك كل ما في أكياسنا، فنحن لا نملك سوى هذا، أرجو أن يكون كافيا. لا تحملان المال صحيح؟ لا، نحن لا نملك مالا. إلى اللقاء يا أخي. الحمد لله، ظننته فارغ، على الأقل حصلت على شيء أقطعت به. الآن وقد انتهينا، يمكن أن ننصرف. ذاك هو المكان الذي نقصده. ألا تعرف من أكون؟ إنه فرانسيسكو الراهب، هيا بنا. السلام عليكم يا إخوتي. شكرا لمجيئك إلينا، سررنا جدا بمجيئك يا فرانسيسكو. تفضل إلى الداخل. المكان دافئ جدا، لا أظنك تريد أن تشويهني. لا تقلق، أريدك أن تستدفئ فحسب. أنا سعيد بمجيئك، لكني لم أفهم ما الذي أتى بك إلى هنا إلى غريتشيو؟ انظر يا جوفاني، وأنت أيضا يا أندريا، انظرا أمامكما إلى هذا الوادي. كل شيء يشبه بيت لحم، لا شك في أن هذا اليوم يشبه يوم ولد الرب يسوع. كانت ليلة باردة ومشرقة، أرى المغارة، أرى الملائكة، أرى الطفل مخلصنا. يؤسفني يا فرانسيسكو، فأنا لا أرى شيئا مما تقوله. لابد لك من أن تراه، لابد من أن يراه جميع الناس، لأنه لابد للجميع من أن يسجدوا للمخلص، للطفل يسوع. ألا ترى ذلك؟ يؤسفني يا فرانسيسكو، لكني حقا لا أرى شيئا، المشكلة تكمن في. كلهم مثلك يا جوفاني، لا يرون بيت لحم، لا يسجدون للطفل المخلص، ومع ذلك فالميلاد بات الآن على الأبواب، وكأن الأرض أصبحت تعج بالعميان، كما لو أن أحدا لم يعد يرى نعمة المعجزة الخارقة التي نحتفل بذكراها سنة بعد سنة. سأقول لك ماذا يجب أن نفعل كي يفتح جميع الناس عيونهم من جديد. الدجاجات تضع بيضاً من ذهب، اشتروها. أظن أنها خدعة جميلة مركبة. ولماذا تظنين ذلك؟ إن كانت دجاجاتك تضع بيضاً من ذهب، فقل لي لماذا عليك أن تبيعها. هذا هو السبب الذي دفعني لأقول له أن يتخلى عن الأمر، وهذا أفضل. اسمعوا أيها الناس، هذه الليلة بمناسبة عيد الميلاد، أنتم مدعوون إلى غريتشيو. ينتظركم فرانسيسكو، عليكم أن تحضروا إلى المغاور، لأن هناك سيولد الطفل يسوع. ما هذا الذي تقوله يا أخي؟ ماذا يعني؟ الطفل سيولد؟ ما هذا؟ هل هو مزاح؟ لا، ليس مزاحاً. في ليلة الميلاد عليكم أن تصعدوا جميعكم إلى هناك، سيكون فرانسيسكو هناك وسيولد الطفل يسوع. أصغوا إلي أيها الناس،
هذه الليلة بمناسبة الميلاد المجيد أنتم مدعوون جميعاً إلى مغاور غراشيو، حيث سيولد الطفل يسوع ويمكنكم أن تشاهدوه جميعاً. ولكن عن أي طفل يتكلم؟ عن الطفل يسوع. إذا كان فرانسيسكو هو من قال ذلك فهذا يعني أنه صحيح لأنه لا يكذب. هيا أيها الناس تعالوا هذه الليلة إلى غراشيو، إن فرانسيسكو في انتظاركم. هيا تعالوا أيها الناس، تعالوا إلى غراشيو، هيا تعالوا، لا تنسوا. أيها المخلوق العجيب القدوس، لقد أتيت إلى هنا مرسلاً من الله الآب كي تمحو خطايانا جميعاً. ها هو الطفل، إنه الملك المولود حديثاً، فقير وإلهي. لقد جاء إلينا جميعاً، لقد أرسله إلينا الله الآب القدوس، وهو المسيح ربنا. هذا الطفل الصغير سيخلصنا، وكأننا في بيت لحم. هذه هي الليلة المقدسة، نحن هنا كما في بيت لحم، كالرعاة الذين شاهدوه أولاً وسجدوا له. هذه هي الليلة التي فيها حمل إلينا الطفل ابن الله، الذي صار إنساناً والذي ولد من مريم العذراء الكلية القداسة. لقد حمل إلينا الخلاص حباً ورأفة بنا جميعاً. يا إخوتي، لنهب قلوبنا إلى الطفل يسوع المولود، وهو سيعطينا المحبة، سيعطينا المحبة والغفران، وهو سيهبنا غفران خطايانا. لا ترعب الناس يا أخي الذئب، وخصوصاً الذين يعبرون من هنا. أنا أعلم أنك خائف. أحسنت يا أخي الذئب، والآن أرشدنا إلى الدير ودلنا على الطريق أرجوك.
أشكرك من كل قلبي يا أخي الذئب. فرانسيسكو، يا لها من مفاجأة. السلام عليك يا أخي. فرانسيسكو، لا تتركنا في حيرة. أقابلت البابا؟ ماذا قال لك؟ هل عتبك؟ هيا أخبرني. تحدثت إليه، أجل، تحدثت إليه وبكل صراحة وباسم الرب بصدق وإخلاص. أجل، ولكن بالتحديد ماذا قلت له فرانسيسكو؟ ماذا قلت؟ قلت له إني لن أقبل أبداً من أجلكم جميعاً بالتخلي عن قانون الفقر. قلت له إن كل من يريد أن يصبح من الإخوة الأصاغر عليه أن يتخلى عن كل ما يملكه. كنت واضحاً جداً، قلت له إن الرهبان يجب ألا يملك شيئاً ما عدا ثوباً واحداً مزنراً بحبل على القصر وسروالين، تماماً كما قررنا منذ البداية. وهو بماذا أجاب؟ ألم يطردك أو يصرفك من أمامه؟ لقد عانقني يا إخوتي. أشكرك يا فرانسيسكو. سنبقى فقراء على غرار الرب يسوع.